بهدفين لهدف واحد على استاد القاهره. بدا الاهلي بتسجيل بهدف من مدافع محمد عبد الجليل في الدقيقه 18 من الشوط الاول. واحد على استاد القاهره. بدا الاهلي بتسجيل بهدف من مدافع محمد عبد الجليل في الدقيقه 18 من الشوط الاول. لخط الوسط المندفع من خلف للامام محمد عبد الجليل. يا سلام يا محمد، لعيب لعيب وليه مستقبل كبير جدا محمد عبد الجليل. ثاني جول يجيبه للنادي الاهلي محمد عبد الجليل الموسم ده، كان جاب جول في المريخ قبل كده، قطع كويس وشق وعمل هيعمل هات وخد مع حسام حسن وايمن شوقي ورقص وانفرد وفي منتهى الثقه يركنها بعد 18 دقيقه. كويس والله ان انتوا شفتوا الجول ده على استاد القاهره. بدا الاهلي بتسجيل بهدف من مدافع محمد عبد الجليل في الدقيقه 18 من الشوط الاول. لخط الوسط المندفع من خلف للامام محمد عبد الجليل. يا سلام يا محمد، لعيب لعيب وليه مستقبل كبير جدا محمد عبد الجليل. ثاني جول يجيبه للنادي الاهلي محمد عبد الجليل الموسم ده، كان جاب جول في المريخ قبل كده، قطع كويس وشق وعمل هيعمل هات وخد مع حسام حسن وايمن شوقي ورقص وانفرد وفي منتهى الثقه يركنها بعد 18 دقيقه. كويس والله ان انتوا شفتوا الجول ده لان كان بعد اذان العصر على طول، ومحمد عبد الجليل يجيب الجول الاول للنادي الاهلي بمجهود فردي. ثم تمكن المصري من التعادل في الدقيقة 36 من الشوط نفسه بهدف أحرزه مصطفى أبو الذهب بضربة رأس. جول التعادل يجيبه مصطفى أبو الذهب، كرة حلوة جدا جدا، إينو خدع شوبير فيها، عمل إنه هيلعبها بره وشاطها، كان شوبير طالع خارج الجول. فتشاط يا دوبك الحق وتصلح لمصطفى ابو الذهب في الدقيقه 32. وفي الدقيقه الخامسه من الشوط الثاني يحرز طاهر ابو زيد هدف الفوز للاهلي من ضربه حره مباشره من خارج منطقه الجزاء. بهذه النتيجه يتساوى الاهلي مع نادي الزمالك منافسي الرئيسي على بطوله الدوري العام هذا العام، حيث اصبح رصيد كل منهما 47 نقطه وباقي للزمالك مباراه.